بث تلفزيون البحرين برنامجا خاصا حول الحقوق السيادية لمملكة البحرين في مياهها الإقليمية، حيث أكد إعلاميون وسياسيون على أن قطر تدرك تماما أن سبب امتناعها عن ترسيم الحدود هو القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة للبحار. في ذات السياق قال السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى خلال مداخلة مرئية في البرنامج الخاص أن محكمة العدل الدولية قبلت بسحب قطر للوثائق المزورة دون اتخاذ قرار في مسألة التزوير. من المؤسف بأن المحكمة العدل الدولية والتي من المفروض أن تكون تعتمن على العدالة في العالم، وهي جزء مهم وآلية مهمة من منظومة الأمم المتحدة، بأن تعمل على رفض هذه الوثائق بعد أن طبعا الموافقة على سحب قطر لهذه الوثائق، بعد أن قامت هي نفسها بتكوين لجنة خاصة لبحث مصداقية هذه الوثائق، وهذه اللجنة رفعت تقريرها إلى المحكمة، والذي تضمن بأن هناك تزوير ل83 وثيقة قدمتها قطر للمحكمة العدل الدولية.